السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مره اخرى. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيف طلبتوا مني مشترياتي من ايبروشي لهذا الشهر، طبعا اللي هو شهر 1 جانفي. اذا انا غادي نوريكم ان شاء الله المشتريات ولي كادو اللي حصلت عليهم. ها انتم معايا حتى تشوفوا الاثمنه والكادو وداكشي اللي شريت. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هو انني مشيت نتقدى بالكتالوج اللي حطيت لكم في هذا الشهر. يلا حطيت لكم هذا الاسبوع شي 3 جو تقريبا يمكن باش حطيته. مشيت نتقدى به، كان عندي فيه الا تقديتي شي حاجه حد كنظن 200-220 درهم. عندك الحق في دو كادو، غادي تاخذ هذا الحليب. ها انتوا راكم كتشوفوا راه كبير الحليب ديال الجسم بالارغان والورد. ها انتوا حبوب الارغان والورد. اذا هذا هو الحليب اللي خديت من عندهم. ها انتوا راه كبيره القرعه فيها 390 مليلتر. اذا هذا هو الكادو. واللي تقديت من عندهم خديت هاد البارفان، هذه كتعجبني وراها كبيره فيها 100 مليلتر، اكبر حاجه عندهم لان لي بارفان ديالهم ديال لي فام اكثريه عندهم فيهم 50 مليلتر. اذا هذه كبيره فيها الدوبل ديال القريعه ديال لي بارفان اللي مولفه ناخذ فيها 100 مليلتر. الكتالوج اللي ديت اللي كنت حطيت لكم فيه تشري جوج بثمن واحد، يعني تاخذ جوج عاد تاخذ الكادو. ولكن راه اصلا لي بارفان لقيت كلهم دايرين فيهم موان 50، يعني ممكن انك تاخذ وحده بنص الثمن بلا ما تشري جوج، لان اصلا لي بارفان كلهم دايرين فيهم موان 50 في هذا الشهر. بمناسبه راس العام جميع لي بارفان ديال الماغازا عندهم موان 50. يعني اللي استفدت من هذيك الورقه اللي ديت هذاك الكتالوج هو الكادو، يعني عوض ما يعطيوكم ماشي حاجه من عندهم كدي معاك الكتالوج ديالك محدد، يعني داكشي اللي بغيتي يعطيوك. فعطوني في الاول هذا الحليب وعطوني معاه باندوش لان الشيء اللي كان عندي في الكتالوج، وشويه بان لي عندهم حتى هاد لي لانجيت دي ماكيو زوينين كيعجبوني وما عمرهم عطاوهم لي كادو صراحه، غير كنشريهم بانوا لي عندهم. فطلبت منهم انهم يبدلوا لي نعطيهم الباندوش ويعطوني هذا، وطبعا عطاوه لي بكل سهوله لان حتى هو مع لي كادو ديال الشهر. اما كيعطيوك هذا بهذا، اما كيعطيوك دي لانجيت والحليب ديال الجسم، ولا كيعطيوك هذا الحليب ديال الجسم مع باندوش. المهم دو كادو، هاد لي كادويات بجوجهم بجوج بهم الا خديتي شي حاجه حتى لحد 220 درهم. انا هنا خديت هاد البارفان كيف كتشوفوا الروائح عندهم في هاد التخفيض كلهم تقريبا دايرين اغلبيتهم هاد لي بارفان الغاليين دايرين 225، لانهم اصلا كيديروا تقريبا 450 درهم، يعني هذو الاثمنه. الا هذه زايده شويه لان كيف قلت لكم الدوبل ديال الاخرين، يعني طلعت لي رخيصه خديتها كنظن 270 ولا 275. هذا باش خديتها انا نشوف معكم نشوف التيكي باش خلصت. ها انتوا لقيت لكم التيكي مازال عندي، ها هي باش خلصت. خديت بارفان هيا ايفيدونس فيها 100 مليلتر، يعني الدوبل ديال اللي موالفه كناخد 275 درهم، والصغيره ديالها اللي النص ديال هذه 50 مليلتر دايره 225. يعني كيف كتشوفوا كنزيدو غير شي حاجه قليله، كنزيدو غير 50 درهم وكناخذوا هذه فيها الدوبل. وبالنسبه لي كادو ها انتوا عندي هنا باندوش كيدير 29 درهم، عطاو ليا فابور ها هو خلصت فيه 00. وهاد الحليب هذا اللي خديت بالارغان والورد كيدير حتى هو 59 60 درهم 1200. هذا خديته حتى هو غير فابور، ها نتوما كتشوفوا الثمن اللي خلصت شتو. اذا الثمن الاصلي هو 638 والثمن اللي خلصت انا غير 275 درهم. هو كلشي واضح هنا قدامكم. ومن بعد ما خلصت طلبت منهم انهم يبدلوا لي هاد الباندوش هذا، فخديت في بلاصتو هاد دي ماكيون لي لانجيت اللي كنحيدو بهم الماكياج هكذا الا كنتو مسافرين ولا ما عندكمش الوقت، يعني ما عندناش امكانيه باش نغسلو. كيعجبوني كيجوني زوينين يكونوا عندي هكذا في الساك ديالي، ففضلت اني ناخذهم هما على الباندوش لانه عندي. وكيف كنقول لكم دائما ماشي غير تجينا الورقه نتقداو داكشي اللي تكونوا محتاجينه،
لان شي مره صراحه هادشي كيولي بحال البليه، يعني ان الانسان غير كتجي خصو يتقدى بها واخا محتاج واخا ما محتاج، لان الاثمنه رخيصه كدير لنا الاغراء كنبغيو غير نتقداو، ولكن لا يعني تقدى بالكتالوج اللي انت صراحه محتاج ليه، وداكشي اللي عنده داكشي اللي كاين فيه انت اصلا باغيه. الا لقيتي شي حوايج اللي عندك ما تقداش هاد الشهر، خلي حتى شهر اخر وهكذا. اذا ان شاء الله انا وريتكم هاد الفكره ديال ايفيدونس، يعني اللي كتعجبو هاد البارفان راه زويونه زويونه بزاف، وخاصه في البرد كتجيني الريحه ديالها ديال البرد صراحه زوينه. انا هاد الايام كنت كناخذ فاني نواغ، راه مازال عندي منها، فمشيت باش نستافد من هاد العرض، وبغيت انا اصلا هاد اللانجيت، وعجبني حتى هاد الحليب هذا بالارغان، ما عمرني ما جربته اول مره، فمشيت ناخذهم. اذا هذا هو العرض اللي استفدت منه، وبالاضافه اللي كادو طبعا راه كيطبعوا لي في هاد لاكارت. هاي عديتها من جديد، ها نتوما كتشوفوا انا باقا هنا في النيفو الاول، شفتوا معايا هما كيطبعوا لينا هنا هكذا حتى كنكملوا. وانا غالبا كيف كنوريكم دائما ما كناخذش الكادو ديال النيفو الاول، كنكمل حتى كنمشي النيفو الثاني، والنيفو الثالث هو اللي كيكونوا فيه لي كادو زوينين. كناخذ لي بارفان هاد فاني نوار اللي كدير 450 درهم، كيعطيوها لي دائما كادو، اما هي ولا كناخذ الزوج ديالي هكذا شي بارفان. دابا نوريكم ان شاء الله، نشارك معكم لي بارفان اللي كناخذ لي وكيعجبوني بزاف بزاف، غير كتسالي كنرجع ناخذهم مره اخرى. صافي احبتي، هذا هو العرض اللي بغيت نشارك معكم. وبالنسبه للكتالوج راه كنت حطيته لكم، وهاد الشهر ما كاينش غير كتالوج واحد، كاينين دي كتالوج متنوعين. دابا نحط لكم ان شاء الله واحد اخر حتى هو بالي ديال هاد جونفي. اذا احبتي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا معايا منه. اي تساؤلات اي اقتراحات مرحبا بكم واقتراحاتكم ان شاء الله، ونتمنى دعموني دعموا القناه، اللي ما مشتركش يشترك، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله، وتخليوا لي لايك الفيديو. خليتكم في امان الله، السلام عليكم.